بدنا نروح نتأجر، فيش برضه بيوت في غزة، كل غزة اتدمرت. جاي الشتاء طبعا، والله أنا عارف كيف يعني بدنا نعيش، يعني فيش فراش ولا فيش رماتب، ضغط الأولاد، يعني الهدنة هذا اللي يعطونا إياها مش كافي. إحنا بدناش حرب، بدنا هدوء، بدنا الحرب تقف. الاحتلال دمر بيتنا وقصف بيتنا، وأنا بتمنى أن الحرب تخلص على خير، وكل الألعاب اللي كان عندنا كلها راحن. والله إحنا يعني تفاجأنا في اللي صار عنا، وكان اللي هو المستهدف فيش يعني أهداف عسكرية، مجرد كلها منازل مدنية. ورغم الدمار حنضلنا صامدين، فيش إمكانية نسيب بيوتنا.